تتكبد الشركات خسائر تقدر ب 861 ألف دولار في كل حادث قرصنة إلكترونية وفق ما توصل إليه تحقيق لشركة كاسبيرسكي لاب. ترغم هذه الهجمات الشركات على إنفاق نسبة 44% للتعافي من الهجمات المكتشفة بعد الاختراق الأولي، مما يحتم عليها وضع برامج معلوماتية وقائية. فماذا عن الجزائر؟ بعض المؤسسات يعني تقوم بتركيب بعض الأجهزة وبعض البرامج للحماية الإلكترونية، ولكن في كثير من الحالات المؤسسات تستثمر في الأجهزة، تستثمر في البرامج الأنظمة المعلوماتية، ولكن لا تعطي أهمية كبيرة لبرامج الحماية الإلكترونية. لابد من حلول تقنية، هناك أجهزة ومنصات وبرامج لحماية الأنظمة المعلوماتية والتصدي لجميع محاولات الاختراق. حسب استبيان كاسبيرسكي لاب، قدر متوسط ميزانية أم تكنولوجيات المعلومات ب 2.5% من الهجمات الإلكترونية، مما يحتم على الحكومات اعتماد برامج اقتصادية ومالية نوعية لتفادي هذه الخسائر. يعني الآن كل يعني تسير تاع الدولة تاع المؤسسات عامة ولا خاصة يعني تتركز على الشبكات وعلى الاقتصاد الرقمي. الهجمات الإلكترونية تزيد فرصها بشكل لافت في الجزائر نظرا لقلة أنظمة الأمان وقرصنة البرامج الإلكترونية والتطبيقات، الأمر الذي يستدعي بذل جهود أكبر لتفادي هذه الخسائر.